It's good to see you again. السلام عليكم شباب، معكم اخوكم بروفيسور. اليوم راح ابطل الاكسبانشن الجديد المال شو يسمونه هارتستون. الاكسبانشن الجديد اللي اسمه ايس ثرون، والله ما ادري شنو اسمه، بس اللي فيه ايس ثرون. ايس ثرون مال ليش كينج، الكل يعرف ليش كينج، ما حد ما يعرفه هذا العتر. عندي 56 باك، طبعا في بري اوردر طقيته قبل. اول شيء يعطونك 50، بعد ال 50 يعطونك كوستات فيهم ثلاثة، واول ما تدش الحين راح يعطونك ثلاثة. حلو. يلا نبلش نبلش. يلا هذا اول صندوق باك، مو صندوق هذاك، اوفر واتش. يلا يلا شنو شنو هذا؟ ديث راتل سامون تانت منيون ذات دايد. اوه قوي قوي، حلو هذا. يلا مو زين زين، بس انا ما استعمل درود، انا درود ما العب، يعني العب الميج، العب منو بعد، والعب بريست وبالادن، هذول الثلاثه اللي احب العبهم. وورير بعض المرات. يلا هذا الصندوق اللي بعده، والله حلو، يعني يحسسك صدق مبطل شيء قوي. شامن شامن هم العب الشامن، وايد حلو هم الشامن، يعني بس اللي استمتع اللي استمتع فيه اكثر شيء البريست. البريست وايد وايد احب، يعني استمتع فيه وايد البريست. درب درب زين. whenever one of your other minions dies summon two to go. اوه حلو هذا. بعدين بعدين خلنا نخطط نطلع شلون نسوي لنا مجموعه حق الشيء هذا. يلا اعطوني ري، يعني ابي هذه مو ليجندري اللي تبي البنفسجي، حتى نسيت اسمه اللي ما قاعد يطلع لي. اي كاهو الابك زي بلدن. after a friendly minion loses. اوه حلو حلو حلو. بم 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 بلدن set minion to health. اوه حلو هذا. give your weapon life steal. life steal صدق الحين الخاصيه هي الجديده حق تقريبا وايد شغلات. اللي ما يعرف life steal شنو، اذا طقيت واحد يهيلك انت، طق واحد يهيلك انت، يعني حتى بالمينيونز فيه. golden rare. يلا زين، ماكو ليجندري بالغلط. جولدن رير حلو والله. جولدن شو نتكلم. بطل هذه آه. ماكو خلاص خلاص، انا يعني استفتحوها، يعني ما شاء الله يعني استفتحوها بشيء قوي، والحين يعني بس عندي عندي يعني وايد باكات. انا راح اقرا بس الرير، مو الرير، الابيك والليجندري راح اقراهم، يعني احسن شيء. خل الباجي راح تعرفونه انتم اذا بطلت الباكات. للحين ماكو. يلا ما راح اطق الماوس. ماوس اوه ليجندري. زين هذا بالروك. الروك اصعب شخصيه طبعا بالنسبه لي، ما اعرف العب بالروك. زين replace spells in your hand with random spells. اوه يعني شلون؟ عندك ست سبلات بيدك، قط هذا يقطهم كلهم وتاخذ سبلات راندوم من الشخصيه اللي ضدك، يعني بالادن او بريست تاخذ اوراق سبل مالت بريست، يعني شيء حلو. يعني اقوى تقريبا، يعني اذا كان ضدك ميج راح تمسخره، حيل راح تمسخره. يلا يلا بعد بعد بعد. اوه يلا شوف هذا شال سكيلتون هذا، والله كيوت. زين باتل كراي سامون 5 5. اوكي ويا ذا ثروت مالته خايسه، يعني سامون 1 فور يور اوبوننت اذا مات، اذا ذبحوه يعني تشوف تقدر تسويها بالبريس مع الاوراق الغدم، انك شو تسوي؟ تحطه وتطقه سايلنس، سايلنس ون اوف يور فريندلي مينيونز، شيء حلو يعني خطه. رير 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 جولدن رير، ابي كذي
جولدن ليجندري ابي كذي بس ماك دراو تو مور لوس فور يور ديك. ما احس انها تنفع. يمكن تنفع بس ما احس يعني. تنت قوي ولا تنت؟ اثنين ثلاثة اثنين ثمانية ايبك. انزين ذا تراتل سامون ا راندوم فريندلي بيز ذات او اوكي بس راندوم يعني انت كل وحوشك بيست راح يكونون يعني عاد نزل لك اللي اخيس واحد يكون 1 1 لايف ستيل دمج 1 يور اند اوف تيرن افكتس شنو يور اند اوف تيرن افكتس تريجرز توايس ما فهمت واحد بعدين يفهمني بالكومنتات شباب او انا بعدين اجربهم شنو هذا جولدن كومن كومن تعال ياي جولدن رير والله يا ريت الاوراقي جولدن يعني يا ريت بس وايد درب عشان اطلع كل شيء جولد جولدن كومن يلا حطوني ايبك ليجندري ما يصير شيء وان سوني باثنين لا وبعاد عن بعض هذه بليزرد هذه هي بليزرد يا شباب تسحب فلوسك بس على شيء محترم صراحه شيء حيل محترم اوكي ايبك ايبك شوز ا فريندلي مينيون اند جيف ات تو يور اوبوننت زين ليش؟ اوكي هذه خطة مع هذاك الدثراتل انك تحط هذا بعدين تعطيه حق صاحبك فانت تذبحه اللي ضدك فانت تذبحه فيطلع لك انت 5-5 واحد ثاني من السكيلتون شيء حلو حلو ايبك روج ديل دامج ايكوال تو ذا نمبر اوف يور كاردز يو بلايد ذيس تيرن وين وين صفر 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 وين 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 عشرة عشرة أوراق لعبت هو ما يصير عشرة أوراق بس إذا لعبت عشرة أوراق تقدر تطق عشرة دامج Death Rattle Mech أوه جديد هذا ما أدري شنو Death Rattle Summon a minion from your deck with less attack than this minion يعني هذا إذا بفيت باف صار عشرة عشرة عادي يعني إذا سويت 12 احتمال ينزل لك Death Knight مو Death Knight هذا Death Wing شيء حلو انك انه توه هذا نزل لك ديث رينج صراحه اذا وديته 13 بس هي راح يذبحونه شنو هذا gain 10 armor reduce the cost of your minions in your opponent's hand ولا هذا في وهكه وفي هذا بعد مرات كذي بعد مرات كذي يعني عادي تخلي الاصفى كل منيونز مالت اللي ضدك اصفار اذا كانوا بيتا طبعا يلا لا الحين ماكو لا الحين ما ونسوني بواحد ثالث Battle you discard all weapons from your hand and gain their status ولا يعني شلون اقول لكم يعني عندك ثلاث ويبنات سبعة ثلاثة ثلاثة يعطيك سبعة ثلاثة عشرة 13 دامج يكون عندك هالتيرن يقطهم تاخذ 13 دمج بدوره واحده حلو فيها خطه حق الوارير بس شلون اركبها ما ادري يعني للحين في جت لي فكره معه ولا والله درب 15 واحد 15 ما يالي شيء يعني ما طلع لي شيء محترم يعني ودي شيء حق ال حق هذا شو يسمونه البريست او الوارلوك شنو هذي والله قوي بحط اثنين من عنده جولدن كومن
ماكو شيء. ناشفة ناشفة يا ربع. يعني لا من هلاك لا من اوفر واتش ولا من هني ما يصير والله. يعني صراحة ما يصير لا من هذا ولا من هذا. شارت لايف ستيل وايد حلو هذا. ما ادري شنو هو بس قريته ما ادري كم مالنا حتى. اوه ليجندري ايش في. نبطل اخر شيء. بريست وارلوك بالادين واحد من هالثلاثه. تكفون جولدن. قوي. زين. Summon all friendly minions that died this turn. This game. يعني ماتوا من عندك ديمنات الدنيا هذا راح يقعد لك اياه. ريزركت يسوي له. اي شيء هذا الشيء الغوي يعني ابي كذي. أسوأ. أوه هذا ال أوكي ميج حلو مو ميج كنا ميج. إيه ميج ما شفت ما قريت. حلو سبيل كاست تو مور والله. بس شوفوا كمل السارس ماله يعني حتى اللي ضدك إذا أنت منينز اللي ضدك راح توهق كل سبيل تو زيادة يعني لازم يذبحها. رير كومن اوكي شيء حلو. يلا يعني بليزرد هذا اخر باك بالنسبه لي. عندي 2000 بس ما بستعملهم الحين يمكن بعدين. بس اخر باك ونسوني كذي حلوه ثلاثه ليجندري بطقه واحده. وهاي طماع. ما راح ينسوني. اتمنى شباب الفيديو عجبكم. قولوا لي شنو رايكم بالاكسبانشن الجديد مال هارتستون وهل تحبون هارتستون وهل تبون ننزل جيم بلاي عن هارتستون. كتبوا لي بالكومنتات تحت وان شاء الله ما اقصر معاكم باي شيء. واذا تبون هم ستريم هارتستون قولوا لي لان كل احد باذن الله في ستريم. ولا تنسون ها كل احد في ستريم. ولا تنسون لايك سبسكرايب فولو حق قناتنا بالانستغرام حتى بالسناب شات مع حمود العتيبي. ويلا مع السلامه.